زي ناس بس كونوا اشرا يا مكسور يلي صريك هوا اسعى بمجدافك وشوق للهوا اشرا يا مكسور يلي صريك هوا اسعى بمجدافك وشوق للهوا يا ما فيك يا بحر حاجات كتير مختفية فيك لولي حر وفيك نجوم من طفية أمواج عافية والقرار هادي يا خبر زي بعض يا ست هانم حد غيري يعني حضرتك بتشك فيا ده لو عطوة بيه عارف انك بتكلفيني بحاجة زي كده كان خلص عليا ما انا لازم اعرف مين اللي بلغه بالحكاية دي ما هو جايز مشغل حد عشان يتقص على اخبارك واحد كده يكون مخلص ليه زي ما انا مخلص ليكي ومستعد لاياته وخدمه قصدك يعني يكون بيراقبني ما هو كله بيلعب على كله يا ست هانم بس باين عليه راجل طيب قوي واول ما طلعته من الميه كل اللي على البلاج عرفوه اصله مليونير معروف اسمه ايه يا ربي صبري بيه عبد السلام انت عارف يا بابا انا نفسي اشتغل زيك تشتغل ايه غطاس ايوه بس من نوع تاني انت بتنقذ الناس من الغرق وانا عايز انقذهم من المرض انت عارف يا بابا انا حبيت الشغلانه دي بسببك انت ايوه كده يا شريف ريحت بالي قصدك يعني غطاس عومته السماعه اللي في رقبته ومركبه روشته تدي الحياه للناس الغلابه اللي ما يقدروش على ثمن الفيزيتا يا شريف ايوه اهلا ابو علي ازيك يا سالم خير بقولك ايه صبري بيه عبد السلام ذات نفسه بلحمه ودمه مستنيك في عربيته على راس الشارع صبري عبد السلام اهلا وسهلا يا سعادة البيه اهلا وسهلا اهلا اهلا ازيك يا سالم الله يسلمك اهلا وسهلا انا جيت اسلم عليك واشكرك قبل ما اسافر تسافر ده كلام برضه يا سعاده البيه ده حصه غدا وهي بصله المحب خروف يعني سعادتك تتكرم وتتفضل ناكل لقمه سوا وهو يبقى عيش وملح متشكر يا سالم انا اتغديت ده شريف الدكتور شريف باذن الله ان شاء الله لسه كان بيقول لي عايز يطلع غطاس زي بس ان شاء الله يطلع غطاس من نوع تاني ينقذ حياة الناس التعبانين إن شاء الله يكون أحسن دكتور في البلد هو فضله كتير ويدخل الطب على طول إن شاء الله يا سعادة البيه بس ادعي له بقى بيه ربنا يقدر أبوه على مصاريف الطب ده بيقولوا يا سعادة البيه إنها كتير قوي المصاريف عندي يكفيك كام يا سالم أعوذ بالله يا سعادة البيه هو لا مؤاخذة أبو علي بيقول كده عشان أقبض التمن وتشكر قوي يا سعادة البيه أنا مش جاي عشان تشكرني أنا هرجع الشيك ومستعد لأي خدمة تطلبها مني ويعني يا ريت سعادتك تشوف لي شغلانه في اي شركه من شركاتك في الشتاء عشان اقدر ادبر مصاريف شريف لو ربنا كرم ودخل الطب دي حاجه سهله قوي واظن دي ما فيهاش اي خدمه لان اتمنى ان يشتغل عندي واحد امين زيك وتبقى انت اللي خدمتني تشكر يا سعاده البيه هتقول في دي ايه بقى كمان يا سالم حاجه واحده بس يا سعاده البيه قول يا سالم هو مش الشغل هنا برضه في الاسماعيليه الحقيقه انا كل شركاتي في مصر يبقى يا ريت الراجل الطيب ابو علي ده يكون معايا حكم ابو علي لو معايا مش هحس بالغربه في اي مكان حتى الخدمه بتطلبها لغيرك يا سالم اصل ابو علي ده سعاده البيه ونعم الاخ الوفاء مش مستغرب من انسان شهم زيك والكارت بتاعي اهو فيه العنوان وانا في انتظار الو ايوه انا عارف تقول ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ يا سيدي مش مهم انا مين انما اكيد واحد يهمه مصلحتك وصعبان عليه او اللي مراتك بتعمله معاك مش مصدقني؟ طب شوف هي دلوقتي بتعمل ايه مع الامين على اسرارك الحق الشريف قبل ما يسافر يسافر فين؟ ناوي يسيب اسماعيلية ودي بقى معلومات سرية
تعمل ايه يا عم؟ رشحت بالي؟ طب امشي غرفة 60 داهيه، امشي روح شوف شغلك احسن لك. ياض فهمني ولا فهمك؟ امرك يا سيدي المعلمين. قول انت يا بنت الناس بترسمي على ايه والناويه على ايه بالظبط؟ اظن حرام تحرم ام من ابنها طول السنين دي كلها. حنيتي الزمان يا ضحى لسالم طبعا مش ابنه، بس دي نجوم السماء قرب لك منه، فاهمه؟ ولو لعبت اللعبه دي من ورايا تاني هدفعك التمن غالي. هو في اغلى من الدنيا؟ في يا حبيبتي، في رد الشرف والاعتبار. اسمعيني كويس، انت اذا قربتي من الواد ده تاني انا هحرمك منه. انت بتقول ايه يا مجنون؟ هي كلمه. شيل اللي في دماغك ده يا ضحى، خف اللعب معايا لاحسن اتوهولك في لحظه. ده انا اللي اتويك من على وش الدنيا لو ابني جراله حاجه. تتوين انا؟ يحصلك يا بنت. مفيش فايدة صنف ما يتمرش فيه النعمة. بتعايريني عشان ما عنديش عيل وعاوز اجيب ابنك يعيش معايا؟ طلعني يا عطفة، طلعني وسيبني ارجع اعيش مع ابني. يا حبيبتي مش سهل كده، انا اخلص عليكي قبل ما تخلصي عليا. بقى بعد ما عرفت كل اسرار يا بت عاوز انا اطلقك؟ تمام التمام وكله في السليم. الحقيقة مش عارف اقولك ايه يا عادل. هتقول هي فكرة ليه؟ ما هي المحاكم والنيابة ومكاتب المحاماة معمولة ليه؟ مش عشان الحق يرجع لأصحابه؟ وبعدين احنا لا سمح الله بنعمل حاجة غير كده. الحمد لله انك فهمني صح. الا فهمك صح، ده انا ما بندمش على حاجة في الدنيا الا ان لسه يدوب عارف سعادتك السنة دي. الايام بينا يا عدلي، وان شاء الله في الايام الجاية هعوض لك كل السنين اللي معرفتنيش فيها. طبعا بعد ما كل بني ادم يرجع لمكانه اللي يستحقه. اتفضل يا فندم. انا ما عملتش حاجه، ده مجرد تليفون بسيط لهانم عشان تيجي المكتب. عمل انساني يعني؟ ده شيك بسيط كده، حسابنا لسه بعدين. مدام بسيط يبقى معلش انا ما اقدرش ازعل سعادتك. المهم دلوقتي تلحق الهانم قبل غراب البين ما يلحقها. هو الأستاذ محمود عمر مش موجود ولا إيه؟ مدام ضحى؟ أيوه. أنا عدلي رستم المحامي بالمكتب ومنتظر سعادتك. اتفضلي يا فندم. متشكرة أوي. الأستاذ مسافر بره، أصلهم مسكوا عصابة تهريب والمتهم طلب إن الأستاذ يحضر التحقيق. عصابة تهريب تاني؟ ويا ترى قال لك عايزني ليه؟ ايوه يا فندم، وعشان كده انا منتظر سعادتك. خير؟ عطوة بيه عايز يرفع قضيه على سعادتك عشان العقار اللي كتبه لك، واضح انه عايز يرجع في كلامه. الاستاذ محمود طلب ان يتوسط بينه وبينك من غير محاكم ولا مشاكل. غريبه قوي، انا ما كنتش منتظره من عطوة يتكلم في موضوع زي ده. اهو اتكلم يا فندم، المهم ان الكلام ده ما يتحولش القضية في المحاكم. هقول للبيه حاجة يا ست هاني لما يرجع؟ لا يا عبدو ما تقولوش اي حاجة. الو؟ ايوه مكتب محمود بيه عمر؟ انا عطوة بيه اللي بيتكلم. مين بيتكلم؟ مين؟ امال فين محمود بيه؟ محمود بيه مسافر. الهانم؟ لا يا فندم ما جاتش. انا اللي هتصل بسعادتك اول ما توصل واقول لك رايها ايه. صبري يا عبد السلام، ده باين عليه مهم قوي يا سالم. على فكره ده وش ابنك الواد شريف ده، بوسعد ربنا هيسهل له طريقه باذن الله. انا طول عمري مسلمها لله وربنا بيدبرها من حيث لا ندري ولا نعلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ست فين يا؟ خدت شنطه معاها وما قلتش رايحه فين. شنطه؟ شنطه ايه دي؟
شنطة سفر صغيرة. نعم، يعني عاوز الكتب اللي خريته دي لو في آخر الدنيا مش هتفلت من إيدي. أي خدمة تانية بيه؟ مشيت إزاي؟ من باب البطاقة كده؟ لا، جالها تليفون من المحامي، قالت له مسافة السكة هكون عندي. وبعدين؟ نزلت وجت بقى تاني بعد شوية. جات وخدت الشنطة، مش كده؟ أيوه يا بيه. يبقى الوادي اللي اسمه عدلي بيستقرضني. أنت اللي اسمك عدلي؟ أيوه يا فندم. خير؟ أنت فاهم إن أنا كروديا؟ بتاكل أوانطة؟ إيه الكلام ده عطفة بيه؟ ضحى هانم كانت عندك وفهمت الموضوع منك. أنا ما اسمحش أبدا باللي بيجرى ده. كانت هنا ولا لأ؟ يا عطفة بيه مش كده. الله، لما يجي محمود بيه بتكلم معاه. وهو فين محمود بيه؟ مسافر، لو عايزه بسافر له. يا فين؟ لو ما طلعتهاش هخلص عليك وعليها. بتسأل على مين يا عطفة؟ ما تلفش وتدور عليا يا سالم. ضحى مش جاتلك هنا قبل كده؟ ضحى اختارتك من زمان، هتيجي هنا تاني ليه يا عطفة؟ ضحى اطلعي بالله هي احسن. احترم بيت الناس اللي دخلته بالمعروف يا عطوه، وبلاش شغل البلطجه ده معانا. طب قول لي هي فين؟ وانا مش عرفني. ما هو سلف ودين يا سالم. اللي عملته فيك عاوز تعمله فيا وتخلصه مني بقى بعد ما شبعت وبقت هاني ومعاها فلوس متلتله بتضحك عليها بحكايه الواد ابنك؟ بتاخد بطارك مني يا سالم؟ انا لا باخد بطاري ولا عايز منك حاجه يا عطوه. أنا عايزك تسيبنا في حالنا زي ما سيبناك في حالك. بابا إيه حكاية الراجل ده؟ حساب قديم يا شريف يا ابني، حساب مع واحد كنت أعرفه زمان. بابا إيه اللي مخبيه عليا؟ في حاجة في اللي بيحصل ده تخصني، قول لي عليها ايه هي؟ هنتظركم هناك. البضاعة لازم تطلع زي الشعر من العجين في اسرع وقت. ما اقدرش استنى للصبح. هي كلمة. مش عاوز كلام تاني. الراجل ده جوز امي طبعا. عايز تعرف ايه عن امك يا شريف؟ امك لها اول واحدة اتطلقت ولا اخر واحدة اتجوزت. ده اسمه نصيب يا شريف. يا بابا ما تحاولش ترضيني، انا ما تربيتش في الساهل، ومش في الساهل افضل كده مش دريان باللي بيحصل حواليا. هم جايين عندنا عايزين ايه؟ اطمن يا شريف اطمن. انا لا يمكن اسمح لموجة مهما كانت عالية انها تهد عيشتنا وتخليك بالشكل ده. لا برضو ما تخافش عليا للدرجات يا بابا. مش معقول سالم الغطاس القوي يطلع من صلبه ابن تافه يقف على الشط ويبكي على اللي فات. كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. تدرون أن 80% من اللي يعانون من القشرة يعانون من التساقط؟ وشيف فايز واحد منهم. لو أهمل القشرة كان خسر شعره ومستقبله. القشرة تضعف الشعر وتخليه عرضة للتساقط، لكن هيد اند شولدرز يقضي على القشرة 100% ويرجع القوة للشعر. خلص على القشرة قبل ما تخلص لك على شعرك. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. هل تعلم أن تركيبات الأسنان تختلف عن الأسنان الطبيعية؟ فتحتاج الرعاية خاصة للحفاظ على نظافتها وراحتها. فكثير من الناس حول العالم يثقون في مثبت ومنظف كوريغا لتركيبات الأسنان. منظف كوريغا ينظف بطريقة أفضل من معجون الأسنان العادي، يقتل 99.9% من البكتيريا المسببة للرائحة، في حين مثبت كوريغا يوفر ثباتاً قوياً طوال اليوم.
لتركيبات أسنان أكثر راحة ونظافة يومياً، اجعل منظف ومثبت كوريغا جزءاً من روتين حياتك اليومية. إيش فيه أبوي؟ صارت جلطة وقلوا على طول المستشفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضلي تفضلي يا مدام نقوى. لازم تفهمين إنك ضيفة في بيتي وما لك علاقة بأي شيء في هالبيت. ناصر ومنصور حد منهم اشتغل؟ تبيني أشرح لك دورك كأب؟ شوف شبت لكم حق المدرسة. أنا طلقتها وما عادت المسألة تستحق المناقشة. سمير أنا عاوز أرجع مصر أنا وولادي. أيام العمر يوميا 5:30 مساء على قناة ذكريات. اطمئن يا هاني، وحضرتك هنا بس علشان البلاغ كله في صفة قانونية ولحمايتك منه. المباحث دلوقتي بتعمل اللازم ومفيش أي خوف عليك. متشكرة أوي، أقدر أمشي دلوقتي؟ طبعا اتفضلي. ضربة العمر 500,000 جنيه كانت ممكن تضيع مني في لحظة. ايه بس اللي هيضيعها؟ ده انت وراك رجاله تاكل الزلط. سلم نفسك يا عطوه، المكان محاصر. عملت ايه يا ضحى؟ انت عارف يا عطوه عقوبه اللي عملته ده ايه؟ الحبس. الحبس من 3 لـ5 سنوات، ده بالاضافه الى غرامه تعادل ضعف قيمه المصادرات، يعني 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ يعني موت وخراب ديار؟ اسمع يا عطوه، عايز تقول حاجة تانية؟ سعادة البيع هقول ايه بعد اللي حضرتك قلته؟ هو في مصيبة في الدنيا أكتر من اللي حضرتك قلته ده؟ جاوب على سؤالي، عندك أقوال أخرى؟ أمال يعني لو سمح الله لو كنت لقيته عندي مهربات أو حاجة كده ولا كده كان هيجرالي ايه؟ دي بقى كان هيبقى فيها مؤبد أو إعدام. سعادة البيع ده دهب، دهب يا بيه، حاجة كده تنعش الاقتصاد القومي. علشان كده بقى خبيتهم بعد ما هربتهم. سعادة البيه انتوا مش بتقولوا القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ ده القرش الابيض مش ذهب مهرب. عايز تقول حاجة تانية؟ ده كمين يا سعادة البيه. ايوه كمين نصبوا ناس ضدي، بس مصيري هعرفه. واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم في ساعته وتاريخه، وقررنا حبس المتهم عطوة جابر القناوي 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد. الست دوحة المتهم وصلت يا فندم. خليها تدخل. اتفضل. مدام دوحة، حرم الأستاذ عطوة، وأنا عدلي رستم المحامي. اتفضلي. المدام استدعتني عشان أحضر معها التحقيق. وفي الحقيقة مش تحقيق قد ما هي شهادة لاستفاء المحضر. وسبق للنيابة إنها استدعت حضرتك على البيت. في الحقيقة أنا ما كنتش في البيت لمدة طويلة، كنت نازلة في أوتيل، قعدت مدة في لوكام دي العائلات. وممكن النيابة تتأكد من سجل الأوتيل؟ يعني أفهم من كده إن في خلاف بينك وبين جوزك؟ أيوة. في الحقيقة السيدة المحترمة حرم المذكور كانت قدمت مذكرة بتطلب فيها الطلاق. طلاق؟ طلاق إيه؟ إيه الكلام اللي أنا بسمعه ده؟ لو سمحت ما تتكلمش الا لما اطلب منك الكلام. اصلح حاجه اتجنن. وبعدين يا عطوه. اتفضل يا استاذ زعتلي.
زي ما سبق وقلت حضرتك ان موكلتي كانت قدمت مذكره بتطلب فيها الطلاق، بتقول فيها ان لزوجها تصرفات غريبه في الفتره الاخيره وانها بتشك في سلوكه، وكانت طلبت من المحكمه الطلاق لانها ما تقدرش تعيش معاه في الجو المشبوه ده. لا ده لعب على كبير قوي، دي بتلعب الثلاث ورقات يا سعاده البينا مع مين؟ وبعدين بقى في حاجه تانية تحب تقولها؟ ايوه يا فندم، موكلتي بتطلب من النيابه حمايتها من اعوان زوجها حتى يتم لها الطلاق، خصوصا انها بتملك ثروه كبيره جدا، والدوسيه ده فيه كل ممتلكات الزوجه الخاصه بها وكل المستندات المؤيده لاقوالها. ممتلكات الزوجه ملكتيهم منين يا ضحى؟ من ابوكي ولا من تركه جدك؟ ارجو من النيابه اثبات تعدي المذكور على موكلتي بالفاظ لا تليق بها. عسكري فندم خدوا على الحجز. ماشي بس مصير الحي يتلاقى يا ضحى، انا اللي غلطان، كان لازم افهم اللي باعت سالم ضروري هتبيعني يا ضحى، لكن معلش. ارجو من النيابه ان تكون شاهد على ما حدث وان تطلب الحمايه الفوريه لموكلتي. واغفر المحضر عقب اثبات ما تقدم في تاريخه وساعته، وقررنا عمل حراسه خاصه على مسكن السيده المذكوره فورا. اظن تشوف بقى مصالحنا وننسى الحكايه دي. لسه شويه. شويه ايه تاني؟ ما اللي انت عايزه يروح في داهيه اهو راح وخلاص. بس ضحى لسه في بيتي في عزي. ضحى كانت احسن سلاح ضربت بيه عطوه، وعطوه احسن سلاح هضرب بيه ضحى. طب ازاي؟ عطوه ما هو راح وبقى انضف من السيراميك. ابعت الاغراف لاخوه في الصعيد قول له سبع البرومب اخوك كلته القطه وسيبهم هم ياكلوا بعض. وده احنا هنتفرج عليهم شويه واكيد واحد فيهم هيخلص والتاني يبقى من نصيب لوحدي. عطوه اخوي قبضوا عليه. يا لهوي قبضوا عليه ازاي يا نجدي؟ ما ده يا كمان يكونوا خدوا فلوسه واملاكه ويضيع الميراث على اولادي. ورثيه يا وليه انت؟ بقول لك اخوي قبضوا عليه. كيف؟ عارفه معناته ايه انهم يقبضوا على اخوي؟ يعني الدنيا انهدت. بس تنهد كيف واخوك يقف على شنبات الصقر يا عطوه؟ هدني بقى. يلا وليه جهزي هدوم السفر. واجي معاك يا نجدي. تيجي معايا فين؟ فاكره اني رايح اتفسح؟ الله رايح اتفسح، ده انا رايح اجيب عليها واطيها. جرى ايه يا ناس؟ يقبض على اخوي؟ هدني بقى. اظن كفايه عليك كده النهارده. انا عمري ما تعبت من الشغل يا شريف. انا اللي تعبني ان اشوف ابني الدكتور بيصلح كراسي زي ابوه. اظن دلوقتي بقى مالكش عذر. الاول كنت كل ما امسك شاكوش تقول لي روح ذاكر، دلوقتي انا في اجازه. اه يا ابن عمري تعيش وتسلم لي. اه يا ابن عمري تعيش وتسلم لي. تسلم ايديك يا مداوي اوجاعي. اه يا ابويا اللي عشت سرحت في ايه يا عم سالم؟ كان نفسي يكون عندي فلوس ولف ايديك في حرير بدل اللي انت بتعمله معايا ده. يا بابا الشقة بيعمل الرجاله. ما ايه؟ ما امي زمانها عايشه في عز ملوش اخر ومن غير شقه. تفتكر هي سعيده بفلوسها دي؟ انت عايز ايه تاني؟ بتخاي اللي حرم عليا ادخل عشانك. لا بقى ده بيتي، بيتي انا وانا صاحبته. يبقى الكلام اللي سمعناه صح. بيتي ما حدناش في الصعيد الجواني حريم لها بيوت ورجالتها عايشه على وش الدنيا. دول يبقوا رجاله همل، ولو انه عيب ان الراجل يمد ايده على حرمه، لكن ما بدهاش بقى. الحقوني الحقوني يا ناس الحقوني. اطلع من هنا
اسيبك لوحدك امال مين يونس؟ الحقوني الحقوني يا ناس. ايه الحاجات الغريبه دي؟ يا حصلت البوليس، حصلت البوليس. يبقى الكلام اللي سمعناه صح، يعني اخي راح في شربة ميه عشان حرمه، حرمه بس. ركمي ده لو وراك رجالة الجهة كلها ما يهمنيش يا شاب. الغابة الغابة ما فيهاش مكان لعقربة تلدغ سبع شارب من لبن امه. وين السبع دي؟ ولا يهمك من اي تهديد، بالعكس ده هيفيدنا اكتر في القضية. لا ما تخافيش، انا حالا هكون عندك وهستناكي تحت. لا انا هبعت لك واحد من الحراس تنزلي معاه، احسن ما اطلعش بنفسي واخبط على شقتك في الظروف دي. دي طردتني من بيت اخاي، وعيب قوي، عيب قوي ان حرمه تطرد صاحب الدار من داره. هو ما عادش رجاله ولا ايه؟ لا فيه قانون، والقانون بيقول ان ده بيتها ومش من حقك تروح لها وتهددها. أنا ما هددتهاش يا سعادة البيه، أنا لقيت حرمة بتبوق في، وأظن ده عيب، عيب قوي، وسيادتك سيد العارفين، أنا راجل صعيدي ودم حامي، وجاي من بلدنا قلبي محروق على أخوي ومش ناقص. أفهم من كده إن دي كانت مجرد زيارة عادية، ومش هتعترض طريقها بعد كده؟ حاجة غريبة، وأعترض طريقها ليه؟ مش كفاية اللي إحنا فيه؟ هو بعد ما راح السابع هيبقى لنا إيه عاد؟ طب انت هتمضي هنا على تعهد بعدم التعرض ليها ولا حتى تعتب باب بيتها؟ نتعهد ما نتعهدش ليه؟ وهو بالمرة ناخد السلاح بتاعي، سيادتك عرفت انه مرخص، وهالرخصة قدامك وشفتها بعينيك. طب امضي هنا. لا امضي لا، انا ما بعرفش اكتب. ابصم هنا. ابصم امضي لا. اهلا اهلا بعتاولة المينا. عتاولة؟ عتاولة وكومودان قاعد هنا وسايبنا؟ رجالتك يا فكر بيه مستعدين يدفع عمرهم وترجع تاني لارضك ومكانتك اللي سرقها منك عطو. ده هي ما ترجع ايامه. ما صبرتوا عليه ليه 18 سنة؟ ما هو ده اللي تماس كان فتمكن، والحمد لله الكرة رجعت ملعبك من تاني. رجعت ملعبي بس للأسف كابتن رجله اتكسرت. معاش نقول عليك كده يا فكر بيه. كنت زمان بلعب بمليون جنيه، اما كانت المليون تسوى 50 مليون. الرجاله رقبتهم سداده، عايز اسمعها منكم. امال احنا جايين ليه يا فكر بيه؟ بس انتوا احرار، احرار لو عرفتوا ان الكابتن بتاعكم بيلعب في الوقت الضايع. احنا بتوع الوقت الاضافي، ما انتوش خايفين من ضربات الجزاء؟ هدافين وسدادين كمان. يبقى لازم ناخد بالنا من التسلل. أنا ورايح عايز مراقبة شديدة قوي للملعب. اسمعني كويس وبلاش زنخة مخ. لا إله إلا الله، أمال أنا جاي من الصعيد ليه؟ عياقة اللي عشان أتباهى بيك، قلت لك عطربقها عجيب عليها وأطيها. يبقى ما أنتش نافع وارجع أحسن. كيف؟ عاود كيف بإيديا فاضية من غير ما أغسل إيديا دول بالدم؟ المحامي فهمني إن اللي أنا عملته الضحى كان مصلحة بدل الحكومة مكان خارج كل حاجة. ايوه يبقى انا لازم ارجع لك اللي خدته ضح. الحمد لله، يبقى ابتديت تفهم. يبقى لازم اجيب الفلوس منها بأي طريقة، حتى لو حكمت اتجوزها اخدها كده بالحداقة. نجدي انت تاخد سلاحك وترجع الصعيد تعيش مع انفيس احسن. حاجة غريبة، كيف عاود كيف اخوي في السجن؟ لكون اتضايقت اما قلت لك هتجوزها لك. دي خطة، خطة ما تخرش المية يا أخاي. لكن مدام زعلت بلاش، نشوف خطة تانية. انت تطلع من هنا على المحامي وهو هيفهمك كل حاجة. ده لو فهمت. انت صحيح ساعدتني ان انا اخلص على عطوة بالسرعة الرهيبة دي، لكن لكن ايه؟ لكن اكتشفت ان ده كان من مصلحتك انت كمان. طبعا لمصلحتي والمصلحة اي انسان انه يرمي مجرم زي ده في السجن، خصوصا انه كان ناوي يحرم مراته اللي انا واكلها من حقها الشرعي ويستولى على كل ممتلكاتها بدون وجه حق. اهديك قلتها بعظمه لسانك. هي دي اللي انا قلتها. مراته؟ مالها مراته؟ دي ست مكسوره الجناح ومسكينه. اسمع بقى يا عادلي، مش من مصلحتك ولا مصلحتي ان احنا نقعد نلف وندور على بعض. احنا قدامنا طريق طويل، طريق طويل قوي،
نهايته ضحى. انت خايف عليا من واحده ست؟ انا خاف على الشيطان منها. طموحها هو اللي قضى عليا، وساعتها كان عطوه هو الايد اللي نفذت بيه كل اللي هي عايزاه. يا فندم اسكت، ما تقاطعنيش، انا محتاجك، وكل اللي انت عايزه عندي انا. وانا ليا الشرف اني اشتغل معاك. انت محتاج للفلوس، واوعى تفتكر انك ممكن تاخد منها اي حاجه هي مش عايزه تديها لك. انا يا فكري ما تقاطعنيش، ما تحاولش تقنعني انك ممكن تحبها وهي تحبك، تبقى غلطان، ساعتها يبقى مفيش فايده منك. ارجوك ما تصدمنيش. انت اللي بتصدم نفسك. انت ممكن يبقى لك شأن كبير قوي معايا، انا محتاجك، لكن الراجل اللي انا محتاجه مش ممكن يكون له اي علاقه بضحى. فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. تدرون ان 80% من اللي يعانون من القشره يعانون من التساقط؟ وشيف فايز واحد منهم. لو اهمل القشره كان خسر شعره ومستقبله. القشره تضاعف الشعر وتخليه عرضه للتساقط، لكن هيد اند شولدرز يقضي على القشره 100% ويرجع القوه للشعر. خلص على القشره قبل ما تخلص لك على شعرك. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. عندما تتوفر أكثر من موهبة فنية في شخص واحد، يصبح من اليسير عليه أن يشق طريقه إلى النجاح بثقة وطموح. انطلاقة تعوض كثيرا من المادة. من المادة. أنا أعتبر أن نجيب محفوظ هو الأب الحقيقي للرواية العربية. الصوت الناجح المنتشر المرغوب وهو مسموع. خذني في غرامة، بشري في كلام، بشري في كلام. كل هذه الأشياء تحمل رسالة للناس. لما يكون كاتب عربي تقدر تقدم العمل بصورة شمولية أكثر. شريط الفنون الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. مجلس الإدارة اتخذ قرارات بتغييرات إدارية. أنت صرت مدير إنتاج. أنا مبروك. أبغى أطرف. لا أبغى نشتغل شغلة ثانية. ما قدامنا إلا المزرعة، يعني إيش تبين نسوي؟ أنا مثل اسمك، فلا طلعت من هالقرية أموت أموت. يبا وجع راسي يوجع. عودة الطيور يوميا 9 مساء على قناة ذكريات. زادت قوي ولازم فكر بيه استعمل الكارت الاحمر. ما تبقاش عبيط، ده تكتيك يا غشيم. هو مين بيلعب ضد مين؟ اهو كله بيلعب على بعضه. الله، طب واحنا؟
لغاية دلوقتي بنجيب الكرة من الاوت. انا عندي ابن اسمه شريف وهو سبب المشاكل دي كلها. سمعت انه هيدخل الجامعة وابوه عايز يسيب الاسماعيلية لما عرف ان انا عايزة شريف يعيش معي. مش ممكن يا ضحى، مش ممكن، مش ممكن يكون عندك ابن هيدخل الجامعة. حضرتك اكيد بتهزري، تقصدي اخوكي مثلا؟ انا اتجوزت صغيرة قوي وظروف اللي حصلت دي شغلتني عنه، لكن مش معقول انسى ابني، مش معقول. ده شعور نبيل جدا من ست عظيمة زيك، ولو اني انصحك انك تنسي الموضوع ده دلوقتي، خصوصا انك لسه على ذمة عطوة. الموضوع ده ممكن يضعف موقفنا في القضية، لكن اوعدك اني اقدر اعمل كتير. يعني من حق ارجع ابني؟ بالقانون لا، لاني على حسب ما فهمت من سعادتك ان ابنك عدى سن الحضانة، يعني يبقى من حق ابوه. لكن وانت معاكي عدلي كل شيء ممكن. انت تتصرف مع عدلي على ضوء ان لا يمكن يستغنى عن ضحى. بس انت عارف انا محتاجه قد ايه. يبقى بلاش تتكلم عنها قدامه، بالعكس الاحسن يفهم انك بتشجعه عشان تقدر تاخد منه كل اللي احنا عايزينه. ناحية اللي انا عايزه من عدلي فده سهل، بس شوشو هي الورقة اللي اقدر ألعب بها عدلي زي ما انا عايز. لا يا كومندان، ده انت حسبها كويس قوي. ما انا حسبتها مرة واحدة غلط مع عطوة ضعت فيها، اظن بقى من حق المرة دي احسبها كويس. خلاص يبقى نسيبه يعمل روميو، مادام حضرتك تقدر تخليه يعمل قطة في الوقت المناسب. انا بحذرك، اللي انت بتعمله ده هيعرضك للمساءله القانونيه، وده يبقى اسمه تعرض لضحى هانم، وده مخالف للتعهد اللي انت كاتبه قدام النيابه. امال هنجيب الفلوس منين؟ دي قضيه تانية، المهم تبعد خالص عن سكتها. طب وهنعمل ايه في الفلوس الناقصه دي؟ اخوي ما بقاش حيل طلضة. هو اخوك قبل ما نقبض عليه كان بيشتغل لحساب مين؟ لحسابه. لا ده انت على نياتك قوي، انت لو فضلت فاهم كده هتودي اخوك في تأبيده. حاجة غريبة، أمال أفهم كيف عاد؟ عطوة كان بيشتغل لحساب فكري بيه يا بني آدم. فكري بيه؟ الله يجازيك يا متر، فكري بيه كان في السجن. ومال؟ هو فيها حاجة إنه يشتغل وهو مسجون؟ ما خبرش. شوف يا نجدي، فكري بيه هو المسؤول إنه يدفع كل المطلوب من عطوة، ولازم يفضل جنبه لغاية لما يخرج كمان. كيف يا بيه؟ هو كده. عطوة مش هو الراجل بتاعه؟ كلام غريب، ده انا عايز لي جردلين فنيك عشان اغسل نفوخي عشان افهم الكلام الغريب ده. طب لما نفوخك ينضف ابقى تعالى لي وانا اقول لك تعمل ايه. معلش يا نجدي، اخوك لسه عايش وما ماتش ويقدر يعمل كتير. وضحى البركه فيك انتوا بقى، دي عامله حراسه حواليها، عامله حواطه حاطيها، لكن انا برضه عامل حسابي وليا خططي، بس مستني الفرصه. يا نجدي يا نجدي، الحراس مش هيفضلوا يحرسوها طول العمر. دي عقربه لابده في جحرها، تطلع بس عشان تلدغ الناس وترجع تاني. يا حسره على الرجاله، اللي خاف من العقربه عيل خرع، ممكن يتلدغ ويخاف وينتهي، انما لو كان تعبان يبلعها ويخلص عليها. أنا بقى التعبان ده، ما تخافش يا خاي، وراك رجالة وعنصفي لك حسابك. أنا رحت للواد عدل المحامي وقال لي كلام عاوز قوي. روح منك لله، منك لله يا نجدي. عدل المحامي، أنت عارف عدل المحامي ده يطلع إيه؟ ده محامي ضحى يا غبي. روحي منا فين؟ تفتكر مين اللي كتب الجواب؟ واد خير على مؤاخذة يا عطوة، ما تنساش انك بتتكلم مع النيابة. يا سعادة البيه، احنا عندنا في الصعيد محدش ياخد طاره بالجوابات، وعيب قوي قوي عندنا اننا نهدد الحريم.
يعني بتنفي عن نفسك وعن رجالتك اسلوب التهديد. يا سعاده البيه، اللي بيهدد ما يعملش واللي يعمل ما يهددش كده. خلي مدام ضحى والمحامي يتفضلوا. حاضر يا فندم. لسه ما استكفتش شماته فيا هي والمحامي. تفضل. مدام ضحى المتهم بينكر تماما صلته باسلوب التهديد ده. انا ما قلتش ان عطوة يقدر يهدد وهو في السجن، لكن رجالة عطوة اللي بره السجن كتير، وكان لازم اقدم دليل النيابة. ارجو من النيابة تحويل خطاب التهديد للمعمل الجنائي لمعرفة شخصية مين اللي كتب الجواب ده. اجراء طبيعي انه يتعمل، وانا يهمني ان النيابة تكون على علم باللي ممكن يعملوه رجالة عطوة. هو في الحقيقة احنا امرنا بتجديد المراقبة حوالين البيت، والحارس اللي كان موجود ساعة وصول التهديد بيتحقق معاه دلوقتي. موكلتي ما تطلبش من النيابة اكتر من توفير الامان. ليه يا عطوة؟ عملت كده ليه؟ ده احنا كنا عايشين احسن ناس في الدنيا. دلوقتي بقى هتعمل ايه بالفلوس وانت في السجن؟ يا نيابة، يا مأمور السجن، يا ناس ارحموني بقى وخلصوني من الست دي وشنهوني، بس مش عاوز اشوفها تاني. حرام عليكم، كفاية بقى كفاية. الف مبروك يا شريف يا ابني، الف مبروك. ده يوم المنى ان اشوفك قبلت في كلية الطب. المهم ان حقق املك يا بابا، والحمد لله مجموعي ساعدني. ده رضا ربنا عليك يا شريف، ده من رحمة ربنا بينا يا ابني. الشارع كله هيشرب الشربات والاسماعيلية بحالها والحارة كلها، ولو بإيدي كنت سقيت البر كله. طب ما تسقي يا ابو علي، مستني ايه؟ بيني وبينك اول واحد يستاهل الشربات هو انت يا سالم. ابو العريس فرحته في قلبه يا ابو علي، مش في كوباية شربات. اول مرة اشوف الفرحة دي كلها في عينيك يا بابا. انت اللي لازم نحتفل بيك النهاردة. ألف مبروك يا ضحى هاني. عطوة خد 7 سنين. أيوة 7 سنين. يعني أنت حرة دلوقتي. كلها شوية إجراءات بسيطة. ناخد المستندات اللي أنا قدمتها في النيابة وأجيب لك ورقة الطلاق لحد عندك. ما تستغربش قوي كده. أنت عارف إنك ما تستاهلش. بس العشرة ما تهونش إلا على ولاد الحرام. فكري بيه. أنا مش جاي أسمعك. أنا جاي أقولك حاجة واحدة بس. مبروك يا عطو. شمتان فيها فكري بيه. قصدك فرحان. فرحان وزعلان في الوقت نفسه. عارف ليه؟ لان ممتلكات فكري بيه بقت دلوقتي في ايد واحده ست مجرمه. ملوش لزوم الالفاظ دي، لان انت عارف انك مجرم اكتر منها. تشكر فكري بيه، بس انا بقى هخرب بيتها وهخلص عليها. ازاي بقى وانت عامل زي قاسه جنينه الحيوانات كده، طول النهار يعلفوا ويأكلوا فيه عشان يظهر، الناس ما تعرفش انه اسد الا من صوته. ماشي، بس هتشوف هعمل ايه. وانا مستعد اساعدك، ولو اني عارف انك هتنبح وبس. ما كفايه بقى طول اللسان وانا سكت لك. هتعمل ايه يا تلات ستات؟ لا، ده انا لو عاوز اعمل هعمل كتير. انا ممكن ارجعك السجن تاني فكري بيه لو انا عايز. انا عندي مستندات تبين انت كنت بتعمل ايه في السجن. انا هستنى ايه من واحد زيك؟ ما انت دخلتني السجن مره من غير مستندات. عايز تفهمني دلوقتي انك عندك دم يمنعك انك تقتل القتيل مرتين؟ معناته ايه اللي بيحصل ده؟ دم ياخدك انت كده، بتقطع اخر خطل يا جوا البيت. مش قلت لك تاخد بالك يا ولد؟ ده عقربه حربايه. اهو ده اللي حصل يا عم نجدي. ده انا كنت فاكرك ناصح، طلعت ولا حاجه. ما قدرتش اجيب له مستندات، ما عرفتش طريقها. اعتمد عليا انا يا نجد بيه. ما هو ولا مؤاخذه غاب القط العب يا فار، قصدي غاب البيه الكبير طلع لنا البيه الصغير، والحمد لله ان القهوه ما حدش جه ناحيتها. ما هي لو طردت الواد عبده ده هنعرف اخبارها كيف عاد. من ناحيه اخبارها هتعرف عنها كل حاجه، بس اعتمد على شحته. وياك تقول خد يا شحته تمن مجدعتك. احنا كلنا في ظروف ولازم نشيل بعض.
ده اللعبة هيحلو قوي. دول يومين موسم يا سالم، مش معقولة هنسيب الشط أنا وأنت. وبعدين لا مؤاخذة، أنت رايح كده استطلاع، أنت تشوف الجو وبعدين تبعتلي. الله أعلم صبري بيه لسه فاكر ولا نسينا. على العموم إحنا نعمل اللي علينا ونروح له. وعلى رأيك لما سلك السكة بعتلك، تيجي تلاقيها جاهزة بإذن الله. على بركة الله. مجدي قاعد عالكيس مكان اخوه، محدش يعرف يقعد في مكان ويملاه ابدا زي صاحبه يا ابو علي. اللي يشوفك بتتكلم كده يقول انك زعلان على عطوة. ده عيش وملح وعشرة سنين يا راجل، قوم ناخد بخاطر اخوه. يا طيبة قلبك يا سالم، نسيت اوان؟ انت راجل مؤمن ابو علي، والمؤمن هو اللي ينسى الاساءة خصوصا في ظروف زي دي. قوم يا راجل قوم. شد حيلك يا نجدي، شد وتزول بإذن الله. تشكر تشكر يا معلم سالم يا أصيل يا أمير يا ابن الناس، الله فيك الخير يا أخاي. ده احنا البعض وأهل يا راجل، وأي خدمة أنا تحت أمرك. شاي شاي يا شحت للرجالة كلات على حسابي. نشرب الشربات بإذن الله نهار ما يطلع المعلم من السجن. لا إله إلا الله، المعلم مش هيدخل السجن يا أخ. عدلي وضحى ونجدي وشحته والصفرجي وانا وعطوة، دي طريقه لعب جديده بقى، 2-3-2. ولسه انا في الجراب احاول بس كده، الوقت الضايع بقى كتير يا كابتن، واحنا لسه ما ابتدناش اللعب. انا اصلي بفكر اغير الخطه كلها، واذا كنت زهقت اغير التشكيل كمان. حرامي 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 ايه يا جدع؟ ده انت غريب قوي، يعني مش شايفه؟ ما هو قدامك اهو. اوعى كده ما تخنيش، خليني اشوف شغلي. شوف يا اخويا شوف. الحقوني الحقوني يا شراع يا مكسور، اسعى وانسى اللي راح، واضرب بمكتافك تجيب الجراح.